يهرب. أيها المهرج، انظر. سأقوم بملاحقته وسأقضي عليه. يا سبب المشاكل، امسك بالوحش. سأعبر ذلك. هل تقطع شيئا ما؟ انشروا الطائرات. هيا نحرر هذا التنين. عمل جيد يا أولاد، أنتم حقا يجب أن تتدربوا أكثر. شيء بخير. إنه مجرد هولوغرام. لا، ليس كذلك. للتدمير؟ هذا ليس عدلاً يا صديقي، ليس عدلاً. ما هذا الشيء أصلاً؟ إنه فوتاك، وحش مولد رقمياً، مصنوع من الضوء الشديد. كيف عرفت ذلك؟ عندما كنت أعيش في إمبريوم، اخترعته بنفسي. ناضع في المجهول وحولنا الأخطر. إنه على كل حال أكثر تطوراً من أي مشروع علمي في معرض العلوم. هل هذا هو نوع من أنواع الضوء القوي؟ كيف أمكنك فعل ذلك؟ لقد حاولت جمعها معاً لكي تنجح، وبقيت مستيقظة حتى منتصف الليل في الأسابيع الماضية حتى أصنع. هل ترى خطتي للصواريخ؟ بقدر ما هو الأمر مثير للفضول، يجب علينا ألا نحيد عن المنهج الدراسي، ذلك بحسب المرسوم الصادر عن الإمبراطورة بريكس. سلامنا للإمبراطورة الطيبة. حافظ على أسرتك آمنة ومنتجة. لا شيء يقارن بطاقة التنين في إمبريوم. نظيفة وآمنة وفعالة ولا نهائية. ونقدم شكرنا للإمبراطورة الطيبة. ترى أن السيدة كوينغ يريدني أن أستمر في العمل على الفوتاك؟ هذه ساعة استجمامنا، وعلينا أن نذهب لنعيد إنشائه. بالطبع، بالطبع، أنا فقط متحمسة بسبب العودة لعملي، لكن أحب ساعات الاستجمام كثيراً. وأنا أيضاً، نحن محظوظون لأن الإمبراطورة خصصت لنا هذا الوقت. أعلم أن الكل يحب الإمبراطورة، ولكن بدون اختراعاتكم ستنتهي إمبيريوم. دكتورة لارو، كالطاقة النظيفة وأيضاً وسائل النقل الخالية من الكربون. ويوماً ما أقسم لك سأعمل لديك في مختبر الأنظمة المتقدمة.
كما وعدتكم، فوداك في نسخته الثانية قد انتقل لمستوى جديد. أتعتقدون أن الضوء كان رائعاً؟ رائع! ما هذا؟ هذا مدهش! ماذا عن الحيوانات المصنوعة من الضوء قوي؟ والأسماك هي فقط البداية! هل فكرتم في امتلاك الجراء؟ هذا مدهش! الفتاك يمكن تدليله، لا يحتاج للغذاء، وهو لا يسبب الحساسية. والنقطة الأهم أن هذا الضوء القوي لا يتدهور. في الحقيقة فإن الضوء القوي غير قابل للتدمير، لذا فهو لا يموت. إنه الرفقة المثالية لأي شخص قد يكون وحيداً. لا حدود للجمال الذي يمكن لفوتاك أن يصنعه. تهانئي لك يا أنا، خطتك يصعب تتبعها، ولكن النتائج مدهشة، وتقنية الضوء القوي الغير قابل للتدمير تستحق أكثر من ذلك. واو، هذا الفتاك إنه مذهل. عظيم، ماذا نفعل الآن؟ لا أعلم ما ستفعلون، ولكني أعلم ما سأفعل. فأنا اخترعت هذا الشيء، ويجب أن أكون أنا من يدمره. ولكن كيف؟ يجب أن أعود إلى إمبيريوم. نحن فخوران بك يا آنا. أعلم أننا لا نقول هذا كثيراً. أو أبداً. ولكننا نرى أن ذلك شغفك، وأن كل ما تدرسينه كله من أجل خدمة إمبيريوم. كل التحية للإمبراطورة الطيبة. بالفعل، إذن أتمنى لو أمكنني أن أساعد شعب إمبيريوم كما تفعل الدكتورة لارو. أنا الدكتورة لارو من معمل الأنظمة المتقدمة. نعلم من أنت بالتأكيد. وأنت بالطبع أنا. تعرفين اسمي؟ لقد سمعت عن بعض تصميماتك، يبدو أنها على نحو ما، كيف يمكنني قولها، غير تقليدية. غير تقليدية؟ ربما أمكنك أن تغفري لها ذلك، فهي ما زالت طفلة وهي لا تعرف ما الذي تفعله. أعتقد أنها تعرف. أعتقد أنكم تعلمون جيدا، ويجب علي أن أقول إني مندهشة حقا. تعالي إلى معمل الأنظمة المتقدمة. هل تريديني أن آتي إلى المعمل؟ لا، أطلب منك العمل في معملي. سورا، لن أدعك. معذرة؟ وحدك، نحن فريق، وقد كنا كذلك منذ الاندماج. ورايو أيضاً، كلنا معاً سنذهب إلى إمبيريوم. لا أشعر بشعور طيب تجاه ذلك، فكلاكما تحت التدريب ولا يعرف أحدا ما قد يحدث لكم في إمبيريوم. يمكن أن نفعلها لويل. لقد لكمت نفسك في الوجه هذا الصباح. أرأيت؟ حققت تقدما كبيرا في تدريبنا. أتذكر ما قاله المعلم؟ توقفوا عن ممارسة ألعاب الفيديو ونظفوا غرفكم. النينجا يقوي النينجا، نحن نصبح أقوى في العمل معا. إنه يبرع في دور المعلم. فهمت قصدك يا أرن، يمكنك الذهاب وسأذهب معك. رائع، إنها رحلة، سأحزم حقائبي. لا، نحتاج إليك من أجل حماية الدير ونينجاغو. ماذا لو حدث الزلزال؟ حسناً، اذهب أنت واستمتع. سنذهب الآن؟ سأخالف ما لدي من حدس، سنرافقك. نعم، فنذهب ونقعو. ربما عليك أن تجرب لوحات الدوائر. التحية للإمبراطورة الطيبة. تنين، تنين حقيقي، لا أصدق أن لديك واحد. هذا المكان،
سحري. أوبس، عذراً، سأوقف عمل حقل الطاقة الواقي. قُبل هذا التنين منذ فترة لأخذ دوره في معملنا، ولن يكون الأمر خطيراً. آه، أيتها الجميلة، ما اسمها؟ 152 جلطة 9000، ولكن أطلق عليها بعض الفنيين سورا. سورا؟ إنه اسم يطلق على الأيتام. هل حدث شيء لأسرتك يا سورا؟ تراجعي للخلف. أنا علي أن أقول، رأيت لديك إمكانيات عظيمة بصناعة الحيوانات. ذكرتني بنفسي في عمرك. حقاً؟ وبتوجيهاتي يمكنك أن تعدلي الفوتك البسيط وتجعليه أكثر قوة. لماذا؟ لماذا نجعله أكثر قوة؟ طفلتي سيكون أكثر من مجرد حيوان أليف. اسمحي لي. ماذا تفعلين؟ سوف أشرح لك الاحتمالات. ماذا؟ لا لا، توقفي. انتظري. هذا يا آنا، فتاة ذكية مثلك تفهم من أين تأتي طاقة إمبيريوم. التنانين تمنح الطاقة لمنازلنا. بالتأكيد نعرف ذلك، لكن يقولون دائما إن طاقتنا آمنة. إنها آمنة بالنسبة لنا. الآن تخيلي ما يمكننا أن نفعل بجيش من هذا. للإبقاء على عظمة هذه المملكة نحتاج للطاقة، ويمكن للتنانين فقط أن تنتجها. ماذا تقولين؟ إن جيشاً من الفوتك يمكنه أن يصطاد كل التنانين الموجودة، ويمكنه أن يمد إمبيريوم بطاقة لا نهائية، ولن يضاهي أحد عظمتنا. لكن ليس هذا ما... من أجل هذا جلبتك إلى هنا يا آنا، وهذا هو سبب إنشاء الإمبراطورية باتريكس لمعمل العلوم المتقدمة. أنا لا أريد أن أشارك في ذلك، أنت متوحشة كذلك الشيء. المساعدة. لن أذهب إلى معمل الدكتورة لارو. اتصلت الدكتورة لارو لتوها. لقد خاب أملنا فيك يا آنا. كان لديك الفرصة لمساعدة الإمبراطورية باتريكس ومساعدة إمبيريوم. إنهم يعذبون التنانين. التنانين مجرد وحوش بلا عقل يا آنا، مجرد موارد. لو رأيت تنيناً يتعذب لعرفت كم أنت مخطئ. هل ستقومين بتفضيل مصلحة بعض الكائنات على مصلحة أسرتك؟ أنا؟ نحن نشعر بالعار لأنك ابنتنا. منضدتي. إذا لم ترغبي في استخدام دراستك العلمية في خدمة إمبيريوم وكل ما نقوم نحن بدعمه، إذن فعليك البحث عن اهتمامات أخرى. لقد وثقت بكم واعتقدت أنكم تخدمون إمبيريوم من أجل كل الكائنات. إذن لا يمكننا الذهاب إلى إمبيريوم. ولم لا؟ هكذا نذهب لأي مكان. بالنسبة لهم نحن مجرمون. تم اعتقال شخص لأنه لم يلتزم بالنوتة الموسيقية. إن محاربة صائدي التنانين تضعنا على قائمة الممنوعين من الدخول. إنها مملكة مؤمنة جيداً، وهناك حراس على كل نقطة ليدخل من يسمح لهم بالدخول فقط. لكن من الذي يقوم بفحص الخارجين من إمبيريوم؟ المخلفات والقمامة، الصرف الصحي لا يقومون بفحصه. أنت عبقري يا إيرين، إن الصرف الصحي لا يحظى بأية حماية. كنت مخطئة. كما توقعت، هذا النفق قادنا نحو مركز الأمن.
سأخترق النظام، أصنع بطاقات تسمح لنا بالدخول إلى المعمل، وبوم ندمر فوتاك. هيا بنا. شخص ما قادم، فلنسرع. أحتاج اسما مستعارا للبطاقة. اسمي المستعار دكتور لامبشيد فلوروتايل. ستكون دكتور لامبشيد فلوروتايل؟ نعم، هومي دويل دون ماجار. هذا الاسم مع ألفين؟ واضح. سورة، تستخدمين اسمك؟ أو علينا الذهاب. ضعوا هذا عليكم، يجب علينا أن نشبه مواطني إمبيريوم. أنت من مواطني إمبيريوم. المظهر الجيد، هذا ما يهتم به مواطنو إمبيريوم. إطلاقاً، فالتخفي هو مبتغانا. لقد كان في الخزانة، لابد أن الإمبراطورة قد وافقت عليه. أخ، دائماً ذوقك سيء. رايو، ربما علينا أن نتركك هنا. مذهل. حسناً يا لامبشيد، يبدو هذا طبيعياً. إننا جاهزون، هيا. مكانكم. ما هي المشكلة أيها الضابط؟ أحتاج لرؤية بطاقاتكم. نعم، أنت حر في الذهاب كما تشاء. هذا هو دكتور فروتيل. وأنت أيضاً يا سيد ميغار و سورا. اسم غريب، لا بأس. حي الإمبراطورة. نعم، كل التحايا. توقفوا. ظننتم أنكم ستفلتون بذلك، صحيح؟ أنا لم... لا ترتدون وسادات الكتف يوم الثلاثاء؟ الإمبراطورة أوصت بضرورة وضع وسادات الكتف خلال أيام الأسبوع كلها، واليوم ليس يوم إجازة. هذا جديد وغريب. ليس لدي خيار سوى وضعكم على منصة العار العام. ما الذي تحمله هنا؟ أحجار ذهب؟ وزنه أكثر من طن. ما هي منصة العار العام؟ إنها أسوأ عقوبة في إمبيريوم، فكل من يخالف قواعد الإمبراطورة يتم تصويره ويفضح على الهواء مباشرة. لا يبدو ذلك سيئاً للغاية، فقد تحملت سخرية كاي لسنوات. أنت لا تفهم شيئاً، هذا البث سيعرض على كل شخص في إمبيريوم، وسيتم عرض صورنا في كل أنحاء المدينة، وسيراها صائد التنانين والنمر الغريب ووالدي. الكل سيرانا، لقد وقعنا في الفخ. ما الذي سنفعله الآن؟ لا أعرف. ألست أنت دكتور؟ نحن بحاجة إلى الإلهاء. إنه تنين، أحتاج مساعدة. أحضروه. سنبقيه آمناً، إنها فرصتك. أحضر الفتاك. إيرين، رايو، انتبهوا، فالسجين الجديد خطير. سجين؟ كاي؟ كاي، ألم أقل لك أن تبقى في الدير؟ أنت لا تنصت أبداً. أنت لست كاي؟ أتمنى لو كنت في أي مكان آخر. ما هذا المكان؟
والدي، أعلم أنكما أردتماني مطيعة، ولكنني لم أكن أبداً كذلك. التي تعجب الإمبراطورة بيتريكس. والآن سأعطلك عن العمل. آنا، مرحبا بعودتك، توقعنا رجوعك.